السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، طلبة تالتة ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بأحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله أول فيديو مراجعة لحضراتكم. إن شاء الله هنراجع على الهيدروكربون ديريفاتيفز، ألكولز، فينولز، كربوكسيليك أسيدز، والأورجانيك إيسترز. والجزء ده إن شاء الله هتلاقوا عليه درجات كتير في الامتحان. وحتى لو حضرتك عندك فكرة بسيطة جدا عن المنهج وركزت كويس قوي في الفيديو ده، ان شاء الله بإذن الله الفيديو ده هيكون سند ليك، وبإذن الله هيبقى سبب في تفوق حضراتكم السنة دي. قبل ما نبدأ الفيديو، يا رب ان شاء الله، يعني يا رب يجعل هذا العمل خالص لوجه الله، بدون نفاق، بدون رياء، بدون سمعة، يبقى عمل خالص لوجه الله، ويبقى هدية مجانية لأولياء الأمور قبل الطلبة. أولياء الأمور اللي تعبوا واجتهدوا ودفعوا فلوس كتير ودفعوا صحتهم والقلق والتوتر اللي هم فيه، كل ده احنا مقدرينه والله، ودايما بندعي لحضراتكم ربنا إن شاء الله يثبتكم. بندعي لكم وندعي للطلبة يا رب إن شاء الله يثبتكم، يا رب يفقه لكم عقلكم، يا رب إن شاء الله ينزل على قلوبكم وعقولكم الهدوء والسكينة. يا رب إن شاء الله الفترة دي تبقى من أفضل الفترات في حياتنا عموما كلنا، ونتعلم منها كتير قوي، وينطبق الآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أو عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن الثانوية العامة دي هي أكتر سنة فيها خير لولي الأمر وللطالب. يا رب إن شاء الله تبقى كده. ونبدأ بقى مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نراجع مع حضراتكم الجزء بتاع الألكولز والفينولز. بس الفيديو عشان هيبقى كله على بعضه فهيبقى طويل، فعشان ما يكونش ممل بالنسبة لحضرتك، أنا آسف يعني، أو حضرتك عشان ما تنامش كل شوية هنطلع فاصل. والفيديو كله على بعضه هيبقى حتة واحدة، بس احنا كل شوية نطلع فاصل عشان حضرتك تفوق كده وتصحصح. وحتى لو انت لقيت نفسك نمت، معلش انت اطلع مفاصل مع نفسك وما تقعدش قدام الفيديو غير وانت صاحي وفايق، وان شاء الله باذن الله ربنا هيفقه لك عقلك كده ويستر لك كل صعب ان شاء الله باذن الله. مبدئيا كده احنا الالكولز بنقسمهم حسب عدد الكربوكسيليك جروبس، اربع انواع، فور تايبس. اولا الالكولز اللي فيهم 1 هيدروكسيل جروبس، بنقول 1 هيدروكسيل جروب بنقول عليهم مونوهيدريك الكولز، such as الايثايل الكول اللي هو الايثانول C2H5OH. طب والكحول اللي فيه 2 هيدروكسيل جروبس، دول بقى بنقول عليهم داي هيدريك الكولز، such as الايثيلين جلايكول، او بنسميه 1 و2 داي هيدروكسي ايثان. في حين بقى ان الكحول اللي فيه 3 كربوكسيليك جروبس، ده بقى كده يبقى تراي هيدريك الكول، بس ده مش اسمه، ده نوعه، اسمه جليسترول، او بنقول عليه 1 و2 و3 تراي هيدروكسي بروبان، بروب عشان 3 كربون اتومز. اما بقى اللي فيه اكتر من 3 او اتش، ده بقى بنعتبره بولي هيدريك الكول، وهو اكزامبل واحد بس اللي عندنا اللي هو السوربيتول، ده الكومن نيم. اما الايوباك نيم ده رقم من الشمال او من اليمين مش هتفرق، هيبقى اسمه 1 و2 و3 و4 و5 و6 هيكسا، يعني 6 هيدروكسي، يعني او اتش هيكسان، لان هم 6 كربون اتومز بينهم سنجل كوفيلنت بونز. يبقى انت عندك 4 انواع من الالكولز: المونوهيدريك اللي فيه او اتش واحده such as الايثانول، والداي هيدريك اللي فيه 2 او اتش such as الايثيلين جلايكول، والجليسرول كان تراي هيدريك الكول، والسوربيتول ده بولي هيدريك الكول، وده الاكزامبل الوحيد اللي على البولي هيدريك الكولز. اما بقى بالنسبه للمونو هيدريك الكولز، ففي منهم 3 تايبس: اولا برايمري، ثانيا سكندري، ثالثا تيرشري. الفرق بينهم كلهم مونو هيدريك، فيهم او اتش واحده، وادي هنا او اتش واحده وهنا كمان او اتش واحده، بس الفرق في البرايمري بتبقى الكاربينول اللي هي السي مرتبطه باو والاو مرتبطه باتش،
الكاربينول دي مرتبطه باثنين هيدروجين وواحده الكايل. يعني لو الكاربينول مرتبطه باتشتين وميثايل ده كده نعتبره مونوهيدريك بس برايمري. اما لو كانت الكاربينول اهي مرتبطه بواحده هيدروجين بس واثنين الكايل ده كده سكندري. اما التيرشري بتبقى الكاربينول سي مرتبطه باو والاو مرتبطه باتش حوالين منها ثلاثه الكايل. بالمناسبه البرايمري الكول ممكن يتاكسد على خطوتين لان الكاربينول مرتبطه باتشتين ايزلي تو بي اوكسيدايزد. السكندري الكول كان بي اوكسيدايزد على خطوه واحده علشان الكاربينول اهي مرتبطه باتش واحده بس هي اللي ممكن يحصل لها اوكسيديشن. اما التيرشري الكولز فالكاربينول الكاربينول doesn't attach to hydrogen. امال مرتبطه بايه؟ الكاربينول مرتبطه بثلاثه الكايل فصعب يتاكسد. طيب احنا عشان نسمي الكحول عندنا طريقتين نسمي بيهم الالكولز سواء كانت برايمري او سكندري او تيرشري. في طريقتين بنسمي بيهم الالكولز كومن وايوباك. فلما احب اسمي كحول كومن اعمل ايه؟ احط ايدي على الاو اتش هتلاقي الكايل سي 2 اتش 5 اسمها ايثايل وشيل ايديك من على الاو اتش تعرف ان ده كحول فتزود كلمه الكول فتحط ايديك تلاقي ايثايل وتشيل ايديك تعرف انه كحول يبقى اسمه ايثايل الكول. اما بقى بالايوباك عدد الكربون اتومز 2 يبقى ايثانول. في حين بقى ان الكحول ده 3 كربون اتومز و7 هيدروجين حط ايديك على الاو اتش هتلاقي سي 3 اتش 7 يبقى بروبايل الكول. اما بالايوباك اسمه بروبانول وطبعا بنرقم من ناحيه اليمين اللي فيها الاو اتش عشان ده كحول فبنرقم من ناحيه الاو اتش يبقى 1 بروبانول. اما بقى لو المنظر كده وحطيت ايديك على الاو اتش هتلاقي عدد الكربون 3 و7 هيدروجين سي 3 اتش 7 دي الكايل اسمها بروبايل بس دي مش البروبايل العاديه دي الايزومر بتاعت البروبايل. البروبايل العاديه ايه؟ التلاتة كربون اتومز ورا بعض. اما بقى البروبايل دي شبهها دي مش البروبايل دي الايزومر بتاع البروبايل فنقول عليه ايزوبروبايل الكول او بنرقم واحد اتنين تلاتة سواء من فوق او من تحت على الشمال ممكن نسميه 1 2 3 تلاتة كربون اتومز والكربون التانية فيها او اتش يبقى كده نسميه بروبانول. وعشان الاو اتش بالكربون اللي في النص اللي هي نمبر 2 سواء رقمت من فوق او من على الشمال يبقى اسمه 2 بروبانول. اما بقى الكومباوند ده كده لو حطيت ايديك على الاو اتش هتلاقي كم كربون؟ 4. كم هيدروجين؟ 9. سي 4 اتش 9 دي الكايل اسمها بروبايل ولا بيوتايل؟ بيوتايل بس دي مش البيوتايل العاديه. البيوتايل العاديه بيبقى الاربع كربون اتومز ورا بعض دي كده بنقول عليها تيرشري بيوتايل وده كحول فيبقى اسمه تيرشري بيوتايل الكول. او حضرتك ترقم بقى 1 2 3 ويبقى اطول سلسله فيها 3 كربون اتومز فيبقى بروبين بس الاو اتش بالكربون الثانيه يبقى ده كحول يبقى بروبانول وعشان الاو اتش بالكربون الثانيه يبقى 2 بروبانول وعشان في هنا كمان ميثايل يبقى اسمه 2 ميثايل 2 بروبانول اسمه كده. طب والبريبريشن بتاع الالكول ليه ركزنا على الايثانول؟ عشان الايثانول اهم واحد لانه اكتر واحد ليه يوزس فعشان كده بنهتم بالبريبريشن والفيزيكال والكيميكال بريبريتز واليوزس بتاعت الكحول. انهي كحول؟ الايثانول. بنصنع منه الالكوليك ليكورز بنصنع منه الانتيسبتيك سبستنسز المواد المطهره كحول بنصنع منه الثرمومترز الكوليك ثرمومترز اللي بتقيس الفيري لو تمبرتشر عشان درجه تجمده قليله جدا ما بيتجمدش بسهوله زي الميركوري. كمان بنستخدمه از اورجانيك فيول. دوله زي البرازيل بتستخدم الايثانول مع الجازولين الاثنين دول مع بعض اسمهم جازول كوقود للسيارات عشان الجازولين اللي عندهم قرب يخلص فبيستخدموا الايثانول از اورجانيك فيول. كمان بيستخدم الايثانول از اورجانيك سولفنت في الدراي كليننج. كمان الايثانول بيستخدم في صناعه البرفيومز. كمان الايثانول بنصنع منه
المواد بتاعت الدهان اللي هي السبيرتو الاحمر اللي بنهدم بيه الخشب اللي هو الريد سبيرت. بس السبيرتو الاحمر او الريد سبيرت ده عباره عن 85% ايثانول و15% ميثانول وصبغه لونها احمر وحاجات ريحتها وحشه عشان خاطر الناس ما تشربش، لان السبيرتو الاحمر ده الازازه ب 20 جنيه فلو هو ايثانول بيور الناس هتشرب وتسكر وده ما يرضيش ربنا، صح؟ طب احنا بقى بنحط ميثانول ليه على السبيرتو الاحمر؟ عشان الميثانول بيسبب المادنس اند بلايندنس. طب عشان الايثانول بقى استخداماته مهمه، فاحنا ركزنا وعرفنا ازاي بنحضره والفيزيكال والكيميكال بروبرتيز واليوزز احنا قلناها دلوقتي. طب بنحضره ازاي؟ بنحضره من السكروز، والسكروز ده نوع من السكر موجود في القصب، حتى القشر بتاع القصب ما بيترميش، بناخد القشر ده اللي مليان سكروز ونحطه في احواض فيها ميه فيتفكك السكروز عن طريق الميه، والتفكك بالميه بنقول عليه هيدروليسز، فيتفكك الحاجتين جلوكوز وفركتوز والاثنين نفس الموليكولار فورمولا بس مختلفين في الاستراكشرال فورمولا، يبقوا اكيد مختلفين في الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز، والظاهره دي اسمها ايزوميرزم، يعني الاثنين يعتبروا ايزومرز. احنا بقى بنفصل الجلوكوز عن الفركتوز وبناخد الجلوكوز وبنعمل له فيرمنتيشن عن طريق اليست اللي هي الخميره، الخميره بتنشط البكتيريا، البكتيريا لما بتنشط اليوس في البكتيريا لما بتنشط بتفرز انزيمز، الانزيمز دي مواد كيميائيه بتستخدم اس كاتاليستس، من ضمنها انزيم اسمه زيميز انزيم اكنه كاتاليست اورجانيك كاتاليست يسرع الفيرمنتيشن اللي هو التخمر، والتخمر يعني يتكون خمره. وفعلا الجلوكوز ده السكر اللي في العنب، والسكر اللي في العنب لو اتساب هيتخمر ويتحول لايثانول اللي هي الخمره. واحنا في بيوتنا احيانا بنجيب عجين ونعمل له تخمر عشان نحوله لمخبوزات، وعشان العجين نعرف اذا كان اتخمر ولا لا بنلاقيه بينفش، بينفش بسبب مين؟ بسبب الكربون دايوكسيد جاز. ولما نحط ايدينا على الوعاء او الاناء من بره بنلاقيه دافي شويه اللي فيه العجينه، لان الفيرمنتيشن ده يعتبر اكزوثيرميك رياكشن. والطريقه دي طريقه رخيصه جدا بحضر بيها الايثانول من السكروز اللي موجود في القشر بتاع القصب اللي كان ممكن يترمي في الزباله، احنا بقى بناخده نعمل له هيدروليسز، يدينا جلوكوز وفركتوز، نفصل الجلوكوز ونحط عليه ييست خميره فيحصل فيرمنتيشن ويدينا ايثانول. دي طريقه. في طريقه ثانيه من مشتقات البترول، البترول بنكسره يدينا ايثين، نعمل له كاتاليتيك هايدريشن مع سلفوريك اسيد دايليوتد ونسخن ل 110 فيدينا ايثانول. وبنعتبر ان الايثانول ده من البتروكيميكالز. ليه؟ لان الايثانول اهو بيتكون عن طريق الايثين، والايثين بيجي من الكراكنج اوف بتروليوم برودكتس، وعشان كده الايثانول يعتبر من البتروكيماويات. الطريقه دي بقى ممكن نحضر بيها اي كحول ما عدا الميثانول. ليه؟ عشان ما فيش ميثين نحط عليه ميه يدينا ميثانول. يعني الطريقه اللي فاتت الميزه اللي فيها انها رخيصه موفره اللي هي بتاعت قشر القصب اللي مليان سكروز، موفره ولكنها مجبره بتجبرني على نوع واحد من الكحول. طب لو عايز ميثانول ممكن؟ بس مش بالطريقه دي. طب لو عايز بروبانول ممكن؟ بس مش بالطريقه دي. طب لو عايز اي كحول تاني غير الايثانول ممكن؟ بس مش بالطريقه دي. فالطريقه دي موفره ولكنها مجبره بتجبرني على نوع واحد من الكحول. فعشان كده شفنا طريقه تانيه فلقينا ان الالكين مع ميه يدينا كحول، ايثين وميه ايثانول، والايثانول ده من البتروكيميكالز. طب بروبين وميه؟ بروبانول. 1 بروبانول ولا 2 بروبانول؟ 2 بروبانول. ليه؟ عشان لازم نطبق قاعده ماركوفنيكوف، ماركوفنيكوفز رول. مين يروح لمين؟ الاتش تروح للكربون الريتش اللي هي الاولانيه، والاو اتش تروح للكربون الفقيره اللي معاها اتش واحده اللي هي في النص، ويتكون 2 بروبانول. طب لو انا عايز 1 بروبانول ينفع؟ بس مش بالطريقه دي. اذا حضرتك بالطريقه دي ما بتقدرش تتحكم في نوع الكحول اللي اتكون. يعني لو بروبين وميه هيدي لك 2 بروبانول مش 1 بروبانول. اذا دي طريقه بتجبرني على نوع معين من الكحول.
اللي هو 2 بروبانول. لو انا عايز 1 بروبانول ممكن، بس مش بالطريقه دي. كمان الطريقه دي ما ينفعش احضر بيها ميثانول، عشان ما فيش ميثين نحط عليه ميه فيدينا ميثانول، فالطريقه دي برضو فيها مشكله انها بتجبرني على انواع معينه من الكحول. عشان كده بقى اخترنا الطريقه الثالثه اللي هي من صديق الاورجانيك كومباوندز اللي هو الالكايل هالايد. اي اورجانيك كومباوند عايز تحضره ممكن تحضره عن طريق الالكايل هالايد، وخصوصا لو كحول. ازاي؟ لو استخدمت برايمري الكايل هالايد هيدي لحضرتك برايمري الكول، وده كده الكايل هالايد اسمه ايثايل كلورايد، ده اسمه نوعه برايمري الكايل هالايد. هعرف منين؟ بص على الكربون اللي فيها السي ال، الكربون سي اللي مرتبطه بالهالوجين، هتلاقي الكربون دي مرتبطه باثنين هيدروجين واحده الكايل، يبقى ده كده برايمري بس مش كحول، ده كده برايمري الكايل هالايد، ده مش اسمه، ده نوعه، اسمه ايثايل كلورايد او بنقول عليه كلورو ايثان. وده بقى حضرتك بنسخنه مع ال NaOH بشرط يكون ال NaOH ده في قلب الميه، والرياكشن ده اسمه الكالاين هيدروليسيس. هيدروليسيس يعني ميه، وادي كلمه اكيوس. الكالاين يعني في الكالاي، لان الرياكشن ده بيتم على خطوتين، الاول بيدينا كحول واسيد، والكحول مع الاسيد بيرجع تاني يكون الالكايل هالايد والميه، فاحنا حطينا بيس عشان الاسيد يتحول لسولت فالرياكشن ما يرجعش تاني. مين بقى السولت؟ NaCl. والاو اتش تفط تنط تخش مكان السي ال ويبقى كحول. مونوهيدريك عشان في او اتش واحده. برايمري علشان الكربينول مرتبطه باثنين هيدروجين واحده الكايل، اذا ده كده برايمري الكول، ده مش اسمه، ده نوعه، اسمه ايثايل الكول او بالايوباك اسمه ايثانول. الظريف بقى في الموضوع ان حضرتك عشان استخدمت برايمري الكايل هالايد راح مدينا برايمري الكول. طب لو استخدمت سكندري الكايل هالايد زي اللي قدام حضراتكم ده اسمه ايزوبروبايل بروميد او بنقول عليه 2 برومو بروبين، وسخنته مع ال NaOH او حتى KOH اكيوس، ال Na هتاخد البي ار وتدي لحضرتك صوديوم بروميد، والOH تخش مكان البي ار ويبقى كحول اهو مونوهيدريك بس سكندري علشان الكربينول مرتبطه باتش واحده بس واثنين الكايل. طبعا سكندري ده مش اسمه، ده نوعه، انما اسمه ايزوبروبايل الكول، او نرقم 1 2 3 ونسميه 2 بروبانول. الظريف بقى في الموضوع ان حضرتك لو استخدمت تيرشري الكايل هالايد زي اللي قدام حضراتكم ده هيدينا تيرشري الكول، وده كده الكايل هالايد اسمه بيوتايل ايودايد، بس دي مش البيوتايل العاديه، دي التيرشري بيوتايل. البيوتايل العاديه بيبقى الاربعه كربون اتومز مفرودين جنب بعض، دي كده تيرشري بيوتايل ايودايد، يعني تيرشري الكايل هالايد، ده نوعه انما اسمه تيرشري بيوتايل ايودايد. او نرقم 1 2 3 ويبقى بروبين، بس الكربون الثانيه فيها ايودو وفيها ميثايل، يبقى اسمه 2 ايودو 2 ميثايل بروبين. قلنا ايودو الاول احتراما للالفابيتك، اسخنه مع ال NaOH او ال KOH الاثنين صح، وطبعا ال KOH افضل، ولما يبقى هنا اي افضل من البي ار وافضل من السي ال، عشان الريديوس بتاع الايودين كبير والريديوس بتاع البوتاسيوم كبير، وكل ما الريديوس يكون اكبر البوند لينث تكون اطول فتبقى اضعف تتكسر اسهل واسرع. الكي مع الاي هتدي لحضرتك ملح اسمه بوتاسيوم ايودايد، والاو اتش تفط تنط تخش مكان الاي، معلش انا بقول دي المصطلحات دي اللي انا بستخدمها في الشرح العادي، ويدينا كحول. طبعا في او اتش واحده يعني مونوهيدريك، بس ده تيرشري علشان الكربينول مرتبطه بثلاثه الكايل، ولو حطيت ايديك على الاو اتش وعديت الكربون هتلاقي اربعه والهيدروجين تسعه، يبقى بيوتايل، بس دي مش البيوتايل العاديه، دي تيرشري بيوتايل الكول. او بالرقم 1 2 3 ويبقى 2 بروبانول، بس الكربون الثانيه فيها ميثايل يبقى اسمه 2 ميثايل 2 بروبانول. يبقى انت لو استخدمت برايمري الكايل هالايد هيدي لحضرتك برايمري الكول، ولو كنت استخدمت سكندري الكايل هالايد هيدينا سكندري الكول، ولو تيرشري اهو هيدي لحضرتك تيرشري الكول. ولحد كده بقى حضرتك تاخد بريك عشان ترجع من البريك ونشوف الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الالكولز ليه ابنورمال،
ليه مش زي بقية الأورجانيك كومباوندز؟ روح فاصل وارجع تاني. كده احنا الحمد لله عرفنا الكلاسيفيكيشن اوف الكولز، اربع انواع: مونو وداي وتراي وبولي هيدريك. والمونو ثلاث انواع: برايمري وسكندري وتيرشري. وعرفنا اليوزز بتاعت الايثانول، وعرفنا ازاي نسمي الالكولز، وعرفنا الكيميكال البريبريشن بتاعت الايثانول بيتحضر بثلاث طرق: من السكروز او من الالكينز او من الالكايل هالايد. اما بقى بالنسبه للفيزيكال بروبرتيز بتاعت الالكولز، فاحنا لقينا ان الكحول تاثيره نيوترال رغم ان فيه او اتش، بس الاو اتش دي از نوت ايونايزد، عشان كده تاثيره بيكون نيوترال. كمان الفيرست ممبرز مش جاسس زي ما احنا متعودين، تبقى ليكويدز وبتدوب في الميه، ودي حاجه طبعا اب نورمال. ليه بتدوب في الميه؟ لان الاو اتش عباره عن بولاريتي، الاكسجين بارشال نيجاتيف والهيدروجين بارشال بوزيتيف، والكلام ده منهج تانيه ثانوي. والاكسجين بتاعت الميه بارشال نيجاتيف والهيدروجين بارشال بوزيتيف، فبيحصل اتراكشن ما بين الاتش بتاعت الكحول والاو بتاعت الميه. الاتراكشن ما بين الاتش بتاعت الكحول والاو بتاعت الميه ده نوع من البونز اسمه هيدروجين بونز، وده اللي مسؤول عن ان الكحول يدوب في الميه بسبب البولاريتي بتاعت الكحول عشان عنده او اتش. كمان الفيرست ممبرز من الالكولز هي اللي بتدوب في الميه لان عندها مولر ماس قليل، كل ما المولر ماس تكون قليله السولوبيليتي في الميه بتكون اسهل واسرع. كل ما المولر ماس تزيد، المولر ماس لما تزيد يعني الكربون والهيدروجين لما يزيد المولر ماس تبقى اكبر، السولوبيليتي في الميه بتكون اصعب، والكحول بيبقى لس فولاتايل مش بيتطاير عشان بيبقى تقيل، والبويلنج بوينت بتاعته بتكون اعلى. وعموما الالكولز عموما هاف هاي بويلنج بوينتس، وده بسبب ان المولكيولز بتاعت الالكولز بترتبط مع بعضها بنوع من البونز اسمه هيدروجين بوند. هيدروجين بوند بيتكون ما بين المولكيول بتاع الكحول، وادي كحول، الكحول اللي على الشمال الهيدروجين بارشال بوزيتيف، الكحول اللي على اليمين الاكسجين بارشال نيجاتيف، فيحصل اتراكشن ما بين الاتش بتاعت الكحول الاولاني والاو بتاعت الكحول الثاني. والاتراكشن فورس دي نوع من البونز اسمه هيدروجين بونز، والهيدروجين بونز دي بتوين المولكيولز بتاعت الكحول بتحتاج ل هاي انرجي تو بي بروكن، وعشان كده البويلنج بوينتس بتاعت الالكولز فيري هاي، وده طبعا اب نورمال. كمان بالنسبه للكيميكال بروبرتيز بتاعت الالكولز قسمناها اربع انواع. اولا الرياكشنز اللي خاصه بالاتش بتاعت الاو اتش، زي كده الرياكشن اوف ايثانول مع الصوديوم، الصوديوم ان اي مور رياكتيف فبيخش مكان الاتش بتاعت الاو اتش، وعشان كده قلنا سبيسيفيك للاتش بتاعت الاو اتش. ويدينا ملح في ثلاث حاجات: صوديوم وايثايل واكسجين، صوديوم وايثايل واكسجين، فنسميه صوديوم ايثوكسايد. واللي فيه صوديوم وميثايل واكسجين صوديوم ميثوكسايد، واللي فيه صوديوم وفينايل واكسجين صوديوم فينوكسايد. وكل الاملاح دي اللي تتكون من كحول مع اكتيف ميتال اسمها الكوكسايدز، صوديوم الكوكسايدز. ويطلع الهيدروجين جاس H2، واظبط البالانس بتاع الايكويشن. والهيدروجين جاس ده من ضمن صفاته انه بيشتعل بفرقعه، it burns with pop sound. والرياكشن ده اسمه acidity of alcohol، والناس مش فاهمة، الناس افتكرت ان الكحول تأثيره acidic بسبب العنوان ده. حضرتك مش فاهم، ده الرياكشن ده بيكون الكحول شبه الاسيدز. ليه؟ اصل من الخصائص بتاعت الاسيدز انها بتتفاعل مع الاكتف ميتلز وتدينا سولت ويطلع هيدروجين جاس، وهنا الكحول شبه الاسيدز اتفاعل مع اكتف ميتال وادانا سولت وطلع هيدروجين جاس. فلما اقول لحضراتكم بقى يعني ايه acidity of alcohol، ده مش معناه ان الكحول تاثيره acidic، ده معناه ان الكحول عنده قدره انه يتفاعل مع اكتف ميتال ويدينا ملح الكوكسايد ويطلع هيدروجين جاس which burns with pop sound. الملحوظه بقى المهمه ان السولت ده اللي اتكون ده لما بيحصل له هيدروليسز بيتفكك ويدي لحضرتك سترونج بيس وكحول. سترونج بيس وكحول تاثيره نيوترال، يعني الاملاح دي لما بتدوب في الميه تاثيرها بيكون بيسك، يعني البي اتش بتاعت السوليوشن اعلى من 7 يبقى البي او اتش اقل من 7. كمان الاسترفيكيشن او الاستر فورميشن، كربوكسيليك اسيد مع كحول بيدينا استر،
وميه، بس باخد الايتش من الكحول والاو اتش من الاسيد، عشان كده الرياكشن ده سبيسيفيك للايتش بتاعت الاو اتش اللي في الكحول. فيدي لحضرتك ووتر ونلزق الباقي اللي هو ايثايل اسيتيت ايستر. ايستر، وطبعا الميه مع الايستر بترجع تاني تكون اسيد والكول. فممكن حضرتك تستخدم كونسنتريتد سلفوريك اسيد يمتص الميه ويمنع الباكورد رياكشن. يا اما بقى لو مش عايز تستخدم كونسنتريتد سلفوريك اسيد، هات الاسيد والكحول، الاسيتيك اسيد والكحول يكونوا بيور ما فيهمش ميه. الكحول اللي تركيزه 100% اسمه ابسوليوت الكول، والكربوكسيليك اسيد او الاسيتيك اسيد اللي تركيزه 100% اسمه جليشيال اسيتيك اسيد. عشان ما يكونش ده فيه ميه ولا ده فيه ميه، فكميه الميه تبقى قليله جدا، فالرياكشن يمشي فورورد ما يرجعش تاني. طب الرياكشن ده اللي هو الابيليتي او الرياكشن اوف كربوكسيليك اسيدز مع الكحول فيديني ايستر وميه، ده اسمه ايستريفيكيشن او بنقول عليه ايستر فورميشن. اما بقى بالنسبه للايثانول مع هالوجين اسيد زي الهيدروبروميك اسيد، لما اخد الايتش من الاسيد والاو اتش من الكحول، يبقى الرياكشن ده سبيسيفيك للاو اتش بتاعت الكحول. ويدي لحضرتك ميه وايثايل بروميد، ونسحب الميه عشان نمنع الباكورد رياكشن عن طريق الزنك كلورايد، بس بشرط يكون انهيدروس. اما بقى اهم حاجه في الليله بتاعت الالكولز، يعني اللي عنده مشكله في الالكولز عنده مشكله بسبب النوع الثالث اللي هي الرياكشنز اللي خاصه بالكاربينول اللي بنقول عليها اوكسيديشن، ان البرايمري الكول بيتاكسد على خطوتين ويدينا الدهايد وبعد كده كربوكسيليك اسيد، اما السكندري الكول يتاكسد على خطوه واحده ويدينا كيتون، الترشري الكول يتاكسد بس صعب difficult to be oxidized لان الكربينول surrounded by three alkyl groups، يعني مفيش هيدروجين اتومز مرتبطه بالكربينول، فالموضوع بيكون صعب. طيب الايثانول باعتباره مونو هيدريك الكول اهو اللي هو الايثايل الكول، وبرايمري علشان الكربينول اهي مرتبطه باتش 2 وواحده الكايل، فده بيتاكسد على خطوتين، استخدم بقى مين؟ اسيديفاي بوتاسيوم داي كروميت او بنقول عليه كروميك اسيد. اللون الاورنج بيتحول لجرين لان البوتاسيوم داي كروميت ده بيتفكك ويدينا اكسجين، والاكسجين تعمل اوكسيديشن للاتش اللي فوق او اللي تحت، فلو دخلت على الاتش اللي فوق هيبقى الكومباوند كده انستيبل، وعشان يبقى ستيبل بيفقد ميه، ولما يفقد الميه الاو اتش اللي فوق مع الاتش اللي هنا هيتبقى سي في النص، وعلى اليمين او وتحت اتش، وعلى الشمال سي اتش 3، ولازم طبعا ما بين السي والاو نحط دبل بوند. ليه؟ عشان الكربون تترا فيلنت والاكسجين ايه داي فيلنت. والمنظر ده كده الفانكشنال جروب بتاعت الالدهايدز اسمه فورمايل جروب، وده من عيله الالدهايدز واسمه اسيتالدهايد او بنقول عليه ايثانال. وفي نفس اللحظه اللي بيتكون فيها الاسيتالدهايد اللي هو الايثانول، الايثانال بيتاكسد عن طريق نفس الاوكسيدايزنج ايجنت اللي موجود في قلب الرياكشن ميديوم اللي هو الكروميك اسيد، والمره دي بقى الاتش اللي تحت دي هتتاكسد وتبقى او اتش، ويبقى اسيتيك اسيد CH3COOH اللي هو الخل. اذا الايثانول ده برايمري الكول وتاكسد على خطوتين، دي ما بنجيبش سيرتها عشان ده انستيبل. الخطوه الاولانيه بيدينا اسيتالدهايد، ايثانال يتاكسد يدينا اسيتيك اسيد اللي هو الايثانويك اسيد. طب والسكندري الكول ايزوبروبانول اللي هو التو بروبانول بيتاكسد على خطوه واحده، ليه؟ علشان الكربينول اهي مرتبطه باتش واحده بس واثنين الكايل، فالاتش اللي فوق دي بس هي اللي ممكن تتاكسد، ايا كان بقى الاوكسيدايزنج ايجنت كروميك اسيد او بوتاسيوم بيرمنجنيت، الاو دي لما تخش على الاتش اللي فوق ويبقى المنظر كده هيبقى انستيبل، ما ينفعش اثنين او اتش على نفس الكربون هيحصل بينهم ريبولجن ويبقى انستيبل، وعشان يستقر هيفقد ميه وهتبقى السي اللي في النص زي ما هي، وعلى الشمال سي اتش 3 وتحت سي اتش 3 وعلى اليمين او، بس ما بين السي والاو نحط دبل بوند. ليه؟ عشان الكربون تترا فيلنت والاكسجين ايه داي فيلنت، والمنظر ده كده من عيله الكيتونز كربونايل جروب،
وده كده من عيلة الكيتونز. عرفت من السي دبل بوند او دي الفانكشنال جروب بتاعت الكيتونز، يبقى ده من الكيتونز واسمه اسيتون، بيستخدم كمزيل لطلاء الاظافر، او بنقول عليه 1-2-3 بروبانون. وعشان الدبل بوند مع الاو في الكربون التانية يبقى 2 بروبانون. اتاكسد السكندري الكول على خطوه واحده وادانا كيتون، اما الترشري الكول صعب انه يتاكسد لان الكربونول بتكون مرتبطه بثلاثة الكايل. طب والايثانول لما بنسحب منه ميه عند 180 يدينا ايثين، طب ولما نسحب منه ميه عند 140 بنضرب في 2 لان كل 2 كحول بنسحب منهم ميه. عند 180 درجه الحراره عاليه ده مفتري فبنسحب ميه من كل كحول، 140 ده حنين شويه درجه الحراره اقل شويه فبيسحب ميه من كل 2. ده الفرق ما بين الرياكشن الاولاني والرياكشن الثاني. الاولاني يدينا الكين والثاني يدينا ايثر، داي ايثايل ايثر او بنقول عليه نورمال ايثر. اما بقى بالنسبه للداي هيدريك الكول اللي هو الايثيلين جلايكول بنحضره عن طريق بايرز رياكشن ايثيلين ونعمل له اوكسيديشن بالبوتاسيوم برمنجنيت. البوتاسيوم برمنجنيت ده بيتفكك لثلاث حاجات من ضمنهم اكسجين، والاكسجين يعمل اوكسيديشن للميه ويحولها ل H2O2 هيدروجين بيروكسيد 2O و2H، O مع H اهي والO التانية مع الـ H التانية اهي، وتتكسر الباي بوند ويتكون ايثيلين جلايكول. وده طبعا مهم عشان بنستخدمه في الكارديتيرز عشان يمنع تجمد المية، كمان مهم في صناعة الهيدروليك بريكس الزيت الباكن بتاع الفرامل والبرينتينج انك والبن انك. الايثيلين جلايكول بيمنع تجمد المية عشان بيدخل ما بين المسافات ما بين الموليكولز بتاعه الميه، وبيقدر يكون مع الميه هيدروجين بونز، وبالتالي المسافات ما بين الموليكولز بتاعه الميه تبعد فعمر الميه ما تتجمد. انتي فريزنج سابستنس، كمان ما بيخليش الميه تتبخر فبتفضل كميه الميه اللي موجوده في الريكتير بتاع العربيه لاطول فتره ممكنه. اما بالنسبه للتراي هيدريك الكول اللي هو الجليسرول او بنقول عليه 1 و2 و3 تراي هيدروكسي بروبين، ده بنستخدمه في الكوزماتكس مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل الخاصه بالجلد والعنايه بالبشره، كمان بنستخدمه في التكستايلز المنسوجات والاكسبلوزيفز المتفجرات زي ماده التي ان جي اللي بتتكون عن طريق الجليسترول مع النيتريك اسيد في وجود سلفوريك اسيد. ناخد الـ OH الأولانية مع الـ H الأولانية فتدينا مية والـ NO2 تخش مكانها، والـ OH التانية مع الـ H التانية والـ NO2 تخش مكانها، والـ OH التالتة مع الـ H التالتة والـ NO2 تخش مكانها، ويدينا تراي نيتروجليسترول. وده بيستخدم في صناعة الـ Explosives ليه؟ لأن البوند ما بين النيتروجين والأكسجين قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. البوند ما بين الN والO ضعيفة تتكسر بسهولة وينتج أكسجين نشط أتوميك أكسجين نيسنت أكسجين، يعمل أكسديشن للكربون والهيدروجين بسرعة جدا ويدينا طاقة عالية جدا في فترة زمنية قصيرة جدا، وده اللي بيسبب الإكسبلوجن. كمان مادة التراي نيتروجليسترول بتوسع الشرايين في حالات الهارت كرايسيس زي الذبحة أو الجلطة. أما بقى بالنسبة للبولي هيدريك ألكولز such as السوربيتول اللي هو هيكسا هيدروكسي هيكسان، ده الاكزامبل الوحيد. اما بقى الجلوكوز والفركتوز الاثنين دول شبه البولي هيدريك الكولز، بس الجلوكوز اهو بولي هيدروكسي الدهيد والفركتوز اهو بولي هيدروكسي كيتون، والاثنين يعتبروا كربوهيدراتس. ليه كربو؟ عشان فيهم كربون C6H12O6. طب يعني ايه هيدريتس؟ يعني ميه. طب هم ما فيهمش ميه؟ ايوه بس فيهم هيدروجين وفيهم اكسجين بنفس الريشيو بتاعتهم في الميه 2:1 12:6. يبقى كربو عشان فيهم كربون، هيدريتس عشان فيهم هيدروجين اكسجين بنفس الريشيو بتاعتهم في الميه.
اما بقى بالنسبه للفيزيكال بروبرتيز بتاعه الالكولز، كل ما عدد الاو اتش يكون اكتر، كل ما عدد الهيدروجين بونز ما بين المولكيولز تكون اكتر، فالمولكيولز تقرب من بعضها اكتر، فالفيسكوزيتي تزيد والبويلينج بوينت تزيد. ده بالنسبه للمونو والداي والتراي والبولي هيدريك الكولز. نطلع بقى فاصل ونشوف القصه بتاعه الفينولز، وهي سهله جدا مش هتاخد مننا وقت كتير. نطلع فاصل ونرجع تاني. قبل الفاصل كنا هنبدأ في الفينولز، وقلت لحضراتكم ان الفينولز مجموعة من الاروماتيك هيدروكربونز بيكون فيها 1 هيدروكسيل جروب or more او اكتر attached directly للبنزين رينج، يعني سواء في او اتش واحدة مرتبطة بالبنزين رينج او اكتر، ده كده من الفينولز، وده اشهر واحد في عيلة الفينولز، والعيلة كلها اتسمت على اسمه فينول، او بنقول عليه كربوليك اسيد، عشان كان فيه كربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3، ده اسمه كربوليك اسيد اللي هو الفينول، اما ده اسمه كاتيكول او بنقول عليه 1 و 2 داي هيدروكسي بنزين. اما البايروجالول عباره عن 3 او اتش مرتبطين دايركتلي بالبنزين رينج ورا بعض بالمنظر ده كده، بنقول عليه بايروجالول، او نرقم 1 2 3 ويبقى اسمه 1 و 2 3 تراي هيدروكسي بنزين، بس انا بركز على الفينول لانه اهم واحد اكتر واحد ليه يوزس، ويهمني نعرف ازاي بنحضره. واحنا بنحضر الفينول بطريقتين، الطريقه الاولانيه من الفحم الكول، نعمل له ديستركتيف ديستليشن يعني نسخنه سترونجلي ان ابسنس اوف اير عشان ما يتحرقش، فبيدينا ميكستشر من جاسس وليكويدز وسوليدز، مجموعة الليكويدز دي اسمها كولتار، بنقول عليها أطران الفحم، ودي عبارة عن ميكستشر من حاجات كتير، نفثالين وأنثراسين وأروماتيك بنزين وفينول. عشان نفصل بقى كل واحد لوحده بنعمل حاجة اسمها فراكشنال ديستليشن فيدينا الفينول. الطريقة التانية بقى من الكومباوند ده اسمه كلورو بنزين أو بنقول عليه فينايل كلورايد، لما بنسخنه مع الـ NaOH الـ NA هتاخد الـ CL والـ OH تخش مكان الـ CL ويبقى فينول، وعشان السيجما بوند دي قوية جدا فبنحتاج لدرجة حرارة عالية جدا 300 وبريشر 300 اتموسفيريك بريشر. كل ده ليه؟ عشان السيجما بوند ما بين البنزين رينج والـ CL قوية جدا وصعب انها تتكسر، فلازم اسخن لـ 300 ديجري وازود البريشر 300 اتموسفير. دول الطريقتين اللي بنحضر بيهم الفينول، والطريقة التانية دي ممكن نكتبها كده أو كده، الاتنين صح. والطريقة الأولانية من الفحم. طب والفينول مع صوديوم يدينا إيه؟ الصوديوم إن إيه تخش مكان الإتش ويدي لحضرتك ملح، في ثلاث حاجات صوديوم وفي نايل وأكسجين، يبقى اسمه صوديوم فينيت أو بنسميه صوديوم فينوكسيد. الصوديوم فينوكسيد أو الصوديوم فينيت ده ملح بيتكون من صوديوم مع فينول، وطبعا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط، والراجل ده زعل اثناء الشرح، زعل ليه؟ عشان البالانس ما كانش مظبوط، فاضطرينا الهيدروجين هنا 2 ودي كانت واحده، ضربنا في 2 ضربنا هنا في 2 وهنا كمان في 2، وخلي بالكم من موضوع البالانس. كمان بقى الاملاح بتاعه الصوديوم فينوكسيد او الصوديوم فينيت مع اتش سي ال، الان ايه مع سي ال يدينا صوديوم كلورايد، والبنزين رينج او تاخد الاتش ويدينا فينول. ودي تعتبر طريقه ثالثه لتحضير الفينول من الصوديوم فينيت مع اي اسيد، هيدي لحضرتك فينول. كمان من ضمن البروبرتيز بتاعه الفينول، بما انه اسيد اسمه كربوليك اسيد، يبقى اكيد مش هيتفاعل مع اسيد، لان مفيش اسيد يتفاعل مع اسيد هيدروكلوريك اسيد. كمان البوند ما بين البنزين رينج والاو السيجما بوند دي قويه جدا وصعب جدا تتكسر، يعني حتى الفينول لما يجي طالب يقول لي طب ما هو الفينول مع نيتريك اسيد حصل رياكشن وده اسيد واسيد، اقول له ايوه صح ده اسيد وده اسيد، بس احنا ما لمسناش السيجما بوند اللي ما بين البنزين رينج والاو اتش، ما اتكسرتش. يعني حضرتك متخيل ان احنا ناخد من هنا الاتش ومن هنا الاو اتش ويدينا ميه؟ صعب، مفيش اسيد بيتفاعل مع اسيد.
طب اشمعنى هنا بقى اسيد اتفاعل مع اسيد؟ لان الرياكشن ده ملوش علاقه بالاسيديتي بتاعه الفينول، الرياكشن ده ليه علاقه بالبنزين رينج. الاو اتش اللي هنا دي هتاخد اتش من هنا وهنا وهنا ويدي لحضرتك 3 ميه. طب اشمعنى بقى الاو اتش دي تاخد الاتش اللي هنا او هنا او هنا؟ عشان الاتشات دي اورثو والاتش دي بارا، والاو اتش ده بيرحب بضيوفه في اورثو وبارا، فناخد الاتشات اللي في الاورثو والبارا ونضرب هنا في 3 ويدينا 3 ميه ويخش نايترو في اماكن الاتشات اللي خرجت ويبقى بيكريك اسيد، او بنقول عليه 2 و4 و6 تراي نايترو فينول. وطبعا برقم لان هنا اكتر من حاجتين، وطالما اكتر من حاجتين في البنزين رينج ما ينفعش نقول ولا اورثو ولا بارا ولا ميتا، بنرقم من عند الكربون اللي فيها الدايركتنج جروب، وبقيه الترقيم امشي كلوك وايز او انتي كلوك وايز الناحيه الاقرب للبرانشز. بس البرانشز نفس الوضعيه ونفس الكميه ونفس النوعيه، فمش هتفرق سواء رقمت كلوك او انتي كلوك وايز، مش هتفرق. ولو مش هتفرق يبقى من المستحب ان احنا نمشي انتي كلوك وايز، ادي 2 وادي 3 يبقى دي 4 ودي 5 ويبقى دي 6 ويبقى اسمه 2 و4 و6 تراي نايترو فينول، او بنقول عليه بيكريك اسيد. والبيكريك اسيد ده بيستخدم في حاجتين عكس بعض، بنعمل منه اكسبلوزيفز قنابل حارقه نحرق بيها الناس، ونعمل منه مرهم لعلاج الحروق، بيستخدم في الاكسبلوزيفز والتريتمنت اوف بيرنز. اما بقى البوليمرايزيشن كان نوعين، اديشن والنوع الثاني كوندنسيشن بوليمرايزيشن. وطبعا اكيد الفينول مع فورمالدهايد الاثنين دول كوندنسيشن بوليمرايزيشن، حتى لو انا ما اعرفش مين الفورمالدهايد بس اكيد الاثنين دول مختلفين، وطالما الاثنين مونيمرز مختلفين يبقى ده مش اديشن، يبقى ده كوندنسيشن بوليمرايزيشن. كمان الرياكشن هنا بيحصل على خطوتين، في الخطوه الاولانيه بيدينا كو بوليمر ومعاه ميه، والخطوه الثانيه بناخد الكو بوليمر اللي هي الفينوليك كومباوندز ونعمل لها بوليمرايزيشن فتدينا البوليمر اللي احنا عايزينه اللي هو الباك لايت، نوع من البوليمرز بيتحمل الهاي تمبرتشر، فبنصنع منه الاش ترايز اللي هي الطفايات والصواني والتحف والتماثيل، الحاجات الانتيكه، الحاجات اللي بتتحمل حراره زي بعض اجزاء من المكوى انت شايف ان هو بلاستيك بس ممكن يكون باك لايت بيتحمل درجه حراره عاليه. البوليمرايزيشن ده كوندنسيشن لانه حصل على خطوتين مش خطوه واحده. الاديشن بوليمرايزيشن بيحصل على خطوه واحده. كمان الميه دي تعتبر سايد برودكت، وفي الاديشن بوليمرايزيشن مفيش سايد برودكتس، اذا ده كوندنسيشن بوليمرايزيشن. كمان الباك لايت والداكرون بوليمرز الاثنين دول بوليمرز بروديوسد باي كوندنسيشن بوليمرايزيشن. اما البولي ايثيلين والبولي بروبيلين والبي في سي والتفلون كل دول بوليمرز بروديوسد باي اديشن بوليمرايزيشن. اللي عايز بقى يكشف عن الفينول عندك طريقتين، اي فينول كاتيكول او بايروجالول او فينول عادي مع ايرن 3 كلورايد هيدينا لون فايلوت، اي فينول مع برومين ووتر هيدينا لون وايت. دي الطريقه اللي بنكشف بيها عن الفينول. ده كده بالنسبه للفينولز. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نشوف قصه الكربوكسيليك اسيدز. كده احنا الحمد لله عرفنا يعني ايه فينول، وعرفنا ازاي بنحضر الفينول بطريقتين، طريقه من الكول اللي هو الفحم وطريقه من الكلوروبنزين اللي هو الفينايل كلورايد، وعرفنا ان الفينول اقوى من الكحول في الاسيديتي، يعني الكحول لتاثيره نيوترال والفينول كان اسمه كربوليك اسيد. وجود البنزين رينج بيخلي الهيدروجين اين ينفصل بسهوله، فالاسيديتي بتاعت الفينول اقوى من الكحول. الكحول يتفاعل مع اكتيف ميتالز فقط، ما يتفاعلش مع بيس. الفينول بما انه اسيد يتفاعل مع اكتيف ميتالز ويتفاعل مع بيسس لانه اسيد.
كمان البويلنج بوينت بتاعت الفينول عاليه لان عدد الكربون كتير والهيدروجين كتير، فالمولر ماس كبيره. كل ما المولر ماس تزيد كل ما السولوبيليتي في الميه تكون اقل، وكل ما البويلنج بوينت تكون اعلى، وكل ما الموليكيول يبقى less volatile. يعني العلاقه ما بين المولر ماس والفولاتيليتي انفرسلي بروبورشنال. كل ما تبقى المولر ماس عاليه كل ما يبقى less volatile. العلاقه ما بين المولر ماس والسولوبيليتي انفرسلي، كل ما المولر ماس تزيد كل ما السولوبيليتي في الووتر تقل. العلاقه ما بين المولر ماس والبويلنج بوينت دايركتلي، كل ما المولر ماس تزيد البويلنج بوينت تزيد، فالبويلنج بوينت بتاعت الفينول اعلى من الايثانول، والاسيديتي بتاعت الفينول اقوى من الايثانول. اما العيله دي بقى اقوى عيله من حيث الاسيديتي هي عائله الكربوكسيليك اسيدز، وفي منها نوعين اليفاتيك والنوع الثاني اروماتيك. الفرق هنا الكايل وهنا ارايل، وكل عيله وليها فانكشنال جروب، والفانكشنال جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيدز سي او او، والمنظر ده بالظبط ايكويفالنت او ايكوالز المنظر ده. وطبعا طريقه ارتباط الاول بالاحمر مع السي تختلف عن طريقه ارتباط الاول بالازرق مع السي، واحده منهم دبل والثانيه سنجل. وبالرغم من ان السي دبل بوند او دي الكربونايل اللي هي الفانكشنال جروب بتاعت الكيتونز، والاو اتش دي الهيدروكسايل موجوده في الكحول، الا ان الكربوكسيليك اسيدز ولا ليها علاقه بالكيتونز ولا ليها علاقه بالكحول. دي عيله جديده خالص ليها خصائص مختلفه تماما عن الكيتونز والالكولز. وطبعا احنا بنقسم الكربوكسيليك اسيدز بكذا طريقه، ممكن اقسمهم اليفاتيك واروماتيك، دي كده طريقه، وممكن اقسمهم حسب الباسيسيتي، عدد الكربوكسيليك جروبس اللي فيه كربوكسيليك جروب واحده زي الاسيتيك اسيد نقول عليه مونو كربوكسيليك، او بنسميه مونو بيسك عشان بيقدر يتفاعل مع واحد مول من البيس NaOH ويدينا واحد مول من الميه. فالاسيد اللي يتفاعل مع واحد مول من البيس نعتبره مونو بيسك اسيد. والاسيتيك اسيد رغم ان فيه اربع اتشات بس لما يدوب في الميه اتش واحده بس اللي بتتاينز بتتحول لاتش بوزيتيف اللي هي الاتش بتاعت الكربوكسيليك جروب. اذا ده كده مونو بيسك او مونو كربوكسيليك وفي نفس الوقت اليفاتيك. اما ده بقى كده كان اسمه بنزويك اسيد، وده كان اروماتيك ومونو كربوكسيليك. وطبعا الاسيديتي بتاعت البنزويك اقوى من الاسيتيك، وجود البنزل رينج بيخلي الهيدروجين ايون ينفصل بسهوله، فالاسيديتي بتاعت البنزويك اقوى من الاسيتيك. اما اللي فيه اتنين كربوكسيليك جروبس دول بنقول عليهم داي كربوكسيليك او داي بيسك اسيد، ساتش از الاوكساليك اسيد. والظريف في الاوكساليك اسيد ده ان فيه عدد الكربون اتومز اتنين قد عدد الكربوكسيليك جروبس برضه اتنين. اما الفيثاليك اسيد عدد الكربون 8 والكربوكسيليك جروبس 2، فلما اسال حضراتكم مين هو الداي بيسك اسيد ان ويتش اللي فيه النمبر اوف كربون اتومز ايكوالز النمبر اوف كربوكسيليك جروبس يبقى ما اقصدش الفيثاليك اسيد، اقصد الاوكساليك اسيد. طب لو انا بقارن بقى فيثاليك ببنزويك مين اقوى في الاسيديتي؟ الفيثاليك عشان عنده 2 كربوكسيليك جروبس. طب مين اقوى في الاسيديتي البنزويك ولا الاسيتيك؟ البنزويك لانه اروماتيك. طب مين اقوى في الاسيديتي الاسيتيك اسيد ولا الفينول؟ العيله دي اقوى عيله من حيث الاسيديتي، يبقى الاسيتيك اسيد اقوى من الفينول. والاقوى في الاسيديتي الفينول ولا الايثانول؟ الفينول طبعا. يبقى لو انا عايز ارتب كحول وفينول واليفاتيك كربوكسيليك اسيد واروماتيك مونو بيزك واروماتيك داي بيزك، مين اضعف واحد في الاسيديتي؟ الكحول. واللي اقوى منه الفينول، واللي اقوى منهم الاليفاتيك كربوكسيليك اسيدز، واللي اقوى منهم الاروماتيك كربوكسيليك اسيدز زي البنزويك اسيد مونو بيزك، واللي اقوى منهم اروماتيك وداي بيزك زي الفيثاليك اسيد. اما اللي فيهم ثلاثه كربوكسيليك جروبس بنقول عليهم تراي كربوكسيليك او تراي بيسك اسيدز عشان بيقدر يتفاعل مع 3 مولز من البيس. وخلي بالكم الكربون اللي في النص دي مرتبطه باو اتش فده كده يعتبر هيدروكسي اسيد، هيدروكسي
أليفاتيك ترايبيسيك أسيد. ده مش اسمه، ده نوعه، اسمه سيتريك أسيد، موجود في الليمون وفي البرتقال وفي اليوستافندي. أما التسمية بتاعت الكربوكسيليك أسيدز فبطريقتين، الكومن والأيوباك. بالنسبة للكومن نيم على حسب المصدر، والأسيد ده مصدره الريد أنس، والريد أنس باللغة اللاتينية النمل الأحمر اسمه فروميكا، فبنسميه فورميك أسيد. ودي صورة النملة اللي لفت بالجزء الثاني من جسمها ووجهت الفورميك أسيد ناحية الحشرات اللي بتهاجم النمل الأحمر، وعشان الأسيد ده جاي من النمل الأحمر فبنسميه فورميك أسيد، لأن باللغة اللاتينية النمل الأحمر اسمه فروميكا. أما عدد الكربون أتومز 1 يبقى الأيوباك نيم ميثانويك أسيد، يبقى أكيد اللي فيه 2 كربون أتومز إيثانويك أسيد، وعشان الأسيد ده مصدره الخل باللغة العربية، فينيجر باللغة الإنجليزية، أسيتم باللغة اللاتينية، يبقى اسمه أسيتيك أسيد. أما الأيوباك نيم إيثانويك أسيد، والأسيد ده موجود في الباتر اللي هي الزبدة، يبقى اسمه بيوتريك أسيد. أما الأيوباك 4 كربون بيوتانويك أسيد. الأسيد ده بقى 16 كربون أتوم، موجود في البالم تري، في البالم أويل، زيت النخيل، فبنسميه بالماتيك أسيد. أما الأيوباك نيم 16 كربون أتوم، يعني 6 و10، يبقى هيكسا ديكانويك أسيد. هيكسا يعني 6، 10 يعني ديك، هيكسا ديكانويك أسيد. وبزود كلمة إيوك عشان دول كربوكسيليك أسيد. يبقى الخلاصة بقى إن الاسم كومن حسب المصدر، والاسم أيوباك حسب عدد الكربون أتومز. أما بقى بالنسبة للأسيتيك أسيد ركزنا عليه عشان أهم واحد، لأنه أكتر واحد ليوزس. وإحنا عارفين بقى من الألكولز إن الإيثانول بيتأكسد ويتحول لأسيتيك أسيد، الأول أسيتالدهايد وبعد كده أسيتيك أسيد. وإذا كنت عايز تعتمد على الأكسجين اللي في الإير عشان توفر، بدل ما تستخدم أكسيدايزنج إيجنت ممكن تستخدم بكتيريا الخل، كائن حي موجود في الجو بينشط في وجود خشب، شوية نشارة خشب. بكتيريا الخل بتنشط، بتساعد ان الاكسجين اللي في الهواء يعمل اكسديشن للايثانول ويتحول لاسيتالدهايد، والاسيتالدهايد يتاكسد لاسيتيك اسيد. اما الطريقه الثانيه مكلفه شويه، غير الطريقه الاولانيه اللي بنعتمد فيها على الفينجر بكتيريا كائن حي، فاسمها الطريقه البيولوجيه، بايولوجيكال ميثود. الطريقه الثانيه مكلفه، اسيتيلين اللي هو الايثاين مع ميه وكاتاليست، ادينا اسيتالدهايد يحصل له اكسديشن، الايثانال لما يتاكسد يتحول لاسيتيك اسيد. الطريقه اللي فوق اوفر بكتير لانها بتعتمد على كائن حي. طب والفيزيكال بروبرتيز بتاعت الاسيدز زي الالكولز، الفيرست ممبرز ليكويدز بسبب الهيدروجين بونز اللي بتربط ما بين الموليكولز بتاعت الاسيد، والفيرست ممبرز يعني عدد الكربون قليل فالمولر ماس قليله، فبيبقى مور فولاتايل، فيبقى ليه ريحه irritating smell، وسهل يدوب في الميه. ليه؟ عشان بيتكون هيدروجين بونز ما بين الاسيد والميه. بسبب ايه؟ بسبب الاو اتش بتاعت الاسيد فيها بولاريتي، فيحصل اتراكشن ما بين الكربوكسيليك اسيد والميه. الاتش بتاعت الاسيد partial positive والاكسجين بتاعت الميه partial negative، يحصل بينهم attraction وتخلي الاسيد يدف الميه، وعشان كده الخل بيدف الميه. الميدل ممبرز تبقى oily liquids و unpleasant odor وصعب يدوبوا في الميه. الهاي ممبرز بتكون solid و odorless وما بتدوبش في الميه. والboiling points بتاعت الاسيدز عاليه زي الالكولز، ده كمان اعلى من الالكولز، لان ما بين الموليكولز بتاعت الاسيدز عدد الهيدروجين بونز بيكون اكتر من اللي في الكحول،
وكل ما عدد الهيدروجين بونز يكون اكتر البويلينج بوينت بتكون اعلى. وما تنسوش ان الاسيدز تيرن لتمس انتو ريد. اما بقى البروبرتيز الكيميكال بروبرتيز بتاعت الكربوكسيليك اسيدز، ثلاث انواع من رياكشنز. اولا الرياكشنز اللي خاصه بالاتش بتاعت الكربوكسيليك جروب، ودي بتتم مع ميتال او ميتال اوكسايد او ميتال هيدروكسايد او ميتال كربونيت او ميتال بايكربونيت. في كل الرياكشنز دي احنا شلنا الاتش بتاعت الكربوكسيليك جروب. وطبعا اسيد مع اكتيف ميتال يدينا سولت وهيدروجين، والهيدروجين جاز ده بيرنز ويز بوب ساوند. واسيد مع ميتال اوكسايد يعني بيسك اوكسايد هيدينا سولت اند ووتر، واسيد مع ميتال هيدروكسايد يعني اسيد مع بيس نيوتراليزيشن ويدينا سولت اند ووتر. والصوديوم كربونيت والبايكربونيت برضو تاثيرهم بيسك، لما بيدوب في الميه بيكون تاثيرهم بيسك. ودايما بقى اسيد مع ميتال كربونيت او بايكربونيت يحصل فوران افرفيزنس ويطلع سي او 2 جاز توربيدز لايم ووتر. والكلام ده خدناه في شابتر 2 بس بدل الاسيتيك اسيد كان هيدروكلوريك اسيد. وعموما اي اسيد مع صوديوم كربونيت او اي اسيد مع صوديوم بايكربونيت لازم يحصل افرفيزنس فوران ويطلع سي او 2 جاز توربيدز لايم ووتر. امال بقى الاسيتيك اسيد مع الايثانول لما ادانا ايستر وميه، الرياكشن ده بقى كان سبيسيفيك للاو اتش بتاعت الكربوكسيليك جروب. لان انا بشرح الاسيد، لما كنت بشرح الكحول كان الرياكشن ده سبيسيفيك للاتش بتاعت الاو اتش، دلوقتي انا بشرح كربوكسيليك اسيدز الرياكشن ده سبيسيفيك للاو اتش بتاعت الكربوكسيليك جروب. وخلي بال حضراتكم نقلل الميه عشان الرياكشن ما يرجعش تاني. نقلل الميه ازاي؟ نستخدم كونسنتريتد سلفوريك اسيد از دي هايدريتنج ايجنت، يعني يسحب الميه ويمنع الباكورد رياكشن. ويكون الكحول ده ابسوليوت الكول 100%، ويكون الاسيتيك اسيد ده جليشيال برضه تركيزه 100%. اما بقى بالنسبه للكربوكسيليك اسيدز لو عملنا لهم ريدكشن ب اتش 2 يدينا الدهايد، عملنا لهم ريدكشن ب 2 اتش 2 يدونا برايمري الكول اللي هو الايثانول. بس طبعا بنستخدم كاتاليست كوبر كروميت ونسخن لحد 200 ديجري. والرياكشن ده سبيسيفيك للكربوكسيليك جروب على بعضها. اما بقى الطريقه اللي بنكشف بيها عن الاسيدز، فممكن نستخدم صوديوم كربونيت او نستخدم صوديوم بايكربونيت فيحصل افرفيزنس فوران ويطلع سي او 2 جاز توربيدز لايم ووتر، وده اسمه اسيديتي تيست. كمان ممكن نحط عليه كحول فالاسيتيك اسيد او اي كربوكسيليك اسيد لما نحط عليه كحول هيدينا ايستر وميه، والايسترز دي ريحتها بليزنت اودر، وعشان كده بنستخدمها في البرفيومز اند فليفرز. اما بالنسبه للاروماتيك كربوكسيليك اسيدز فالحاجه الوحيده اللي تعتبر جديده ان انا لما بعمل اوكسيديشن للتولوين بيدينا بنزويك اسيد، بشرط اسخن لحد 400 ديجري واستخدم فانيديوم بنتوكسايد اس كاتاليست. والبنزويك اسيد زي الاسيتيك، بس الفرق ان البنزويك مور اسيدك، وكمان في فرق ان البنزويك لس فولاتايل لانه اتقل، وكمان في فرق ان البويلنج بوينت بتاعته اعلى من الاسيتيك اسيد. بس البنزويك شبه الاسيتيك في الرياكشنز بتاعتهم. البنزويك اسيد مع صوديوم يدينا صوديوم بنزويت، بنزويك اسيد مع صوديوم هيدروكسيد يدينا صوديوم بنزويت وميه زي الاسيتيك اسيد بالظبط، بس بدل اسيتيت بنزويت. كمان البنزويك اسيد مع كحول هيدينا ايستر وميه، استريفيكيشن نكتبها كده او كده الاثنين صح. وهنا بقى بستخدم دراي اتش سي ال يمتص الميه بدل السلفوريك اسيد عشان ما يحصلش
سلفونيشن للبنزين رينج. كمان البنزويك اسيد بيستجيب للاسيديتي تيست، نحط عليه صوديوم كربونيت او بايكربونيت فيحصل فوران افرفيزنس ويطلع سي او 2 جاز توربيدز لاين موتور. بس الفوران اللي بيحصل هنا اكتر من الاسيتيك اسيد، لان البنزويك اسيد هنا مور اسيدك. وجود البنزين رينج بيخلي الهيدروجين اين ينفصل بسهوله. الفورميك اسيد بنستخدمه في البرفيومز والدايز والانسكتسايدز والدراجز، عقاقير طبيه وبعض انواع من البلاستيك. كمان الاسيتيك اسيد في الخل والدايز صبغات والسينثيتك سيلك الحرير الصناعي والفود اديتيفز الاضافات اللي بتتحط على الاطعمه زي الشيبسي اللي بطعم الخل. اما البنزويك اسيد بيمنع الفانجاي جروث، بيوقف نشاط الفطريات على الطعام، فبيستخدم كماده حافظه بس عشان ما بيدوبش في الميه فبنضطر نحوله لصوديوم او بوتاسيوم بنزويت يكون تركيزه قليل عشان بيسبب كانسر. الستريك اسيد اليفاتيك هيدروكسي تراي بيسيك اسيد موجود في الليمون والبرتقال واليوستافاندي، وبيمنع نمو البكتيريا على الاكل، فبنستخدمه في الفروزن او الدرايد فروتس تو كيب ذير كلر اند تيست زي الزبيب ده عنب مجفف، قمر الدين ده مشمش مجفف، القراصيا ده برقوق مجفف، والتين البرشومي المجفف اللي بيتحط على مية البلح. كل الفاكهة دي بتحتفظ بلونها وبطعمها عشان محطوط عليها سيتريك أسيد. أما اللاكتيك أسيد هيدروكسي أليفاتيك مونو بيسيك أسيد موجود في اللبن، بيتكون عن طريق البكتيريا. البكتيريا بتأكسد اللاكتوز اللي هو السكر اللي في اللبن وتحوله للاكتيك اسيد. كمان اللاكتيك اسيد بتفرزه العضلات في حالة المجهود الرهيب عشان العضلة ما تتأذاش. المخ بيدي إشارة للعضلة انها تفرز لاكتيك اسيد، وده بيسبب الكونستريكشن اوف ماسلز انقباض العضلات، فيحصل كرامب في حضرتك ما تقدرش تكمل المجهود اللي انت بتبذله، وده حفاظا على العضلة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى. الاسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي ده ضروري، ولازم ناكل خضار وفاكهة كتير خصوصا الحاجات الخضراء زي الجرين بيبر مليانة فيتامين سي، لان النقص في فيتامين سي بيسبب امراض سوء التغذية زي مرض الاسكربوت اللي كان بيجي للبحارة اللي بيقعدوا في البحر فترة طويلة ما كانوش بياكلوا ولا خضار ولا فاكهة. اما الساليسيليك اسيد في الحصة بتاعت الايسترز عرفنا الاستراكشر الفورميلا بتاعته، وبيستخدم في الكوزماتيكس لانه مرطب للجلد وبيحمي الجلد من الاشعة بتاعت الشمس الضارة، وكمان بنشيل بيه القرح وحبوب الشباب اللي بتظهر في فترة المراهقة على الوجه وبعض مناطق من الجسم. اما الامينو اسيدز ده البيلدينج يونت بتاعت البروتين، يعني البروتين يعتبر بوليمر ناتشرال بوليمر احنا بناكله، بيتهضم ويتفكك لمونيمرز صغيرة اسمها امينو اسيدز. 20 نوع من الامينو اسيدز كلهم بالمنظر ده، فيهم امينو وفيهم كاربوكسيليك جروب، والفرق هنا ممكن تكون الكايل ممكن تكون ارايل ممكن تكون هيدروجين. 20 نوع سواء كانت اللي هنا الكايل او ارايل او حتى هيدروجين، ده ابسط نوع من الامينو اسيدز، ده اسمه جلايسين او بنقول عليه امينو اسيتيك اسيد، لان ده الاسيتيك اسيد بس شلنا اتش وحطينا امينو فيبقى اسمه جلايسين او بنقول عليه امينو اسيتيك اسيد. ده ابسط نوع في ال20 نوع من الامينو اسيدز.
10 منهم اساسيين لازم ناكلهم في الوجبه الغذائيه، جسمنا ما بيقدرش يخلقهم، وال10 التانيين نون اسينشال مش اساسيين، ال10 الاولانيين الاساسيين موجودين في الانيمال بروتين. وعشان كده اللحمه والسمك والفراخ كل دي حاجات غاليه لانها مليانه اسينشال امينو اسيدز جسمنا محتاجها ما بيقدرش يخلقها. الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا ده برضو بروتين، بس بلانت بروتين، معظم الامينو اسيدز اللي فيه مش اساسيه، نون اسينشال امينو اسيدز. والناس اللي بتروح الجيم وتضرب امينو اسيدز الكلام ده غلط، هم بيعملوا كده عشان يبقى بودي بيلدينج ويبني عضله زي اللي في الصوره دي، بس الكلام ده مش مظبوط، لان جسمك محتاج بعض انواع وانواع لا. فلما بتبلبع كله ده بيعمل اجهاد وبيجيب فشل كلوي، فاحنا ما بناخدش اي نوع كده وخلاص من الامينو اسيدز. ده بالنسبه للكربوكسيليك اسيدز. فاضل بقى الاورجانيك ايسترز، ودي تقريبا اهم حاجه ولازم تبقى مذاكرها كويس قبل ما تسمع الكلمتين اللي انا هقولهم. نلم الاورجانيك ايسترز ويبقى احنا كده ان شاء الله لمينا لحضراتكم الهيدروكربون ديريفاتيفز كشرح سريع، واللي عايز اي تفاصيل في اي حاجه يبعت لنا واحنا نبعت له الشرح بادق تفاصيل. انا ما بشرحش عادي، انا بلم الهيدروكربون ديريفاتيفز. نطلع فاصل ونرجع نشوف الايسترز. اخر حاجه معانا بقى النهارده الاورجانيك ايسترز، اللي هي مجموعه من الاورجانيك كومباوندز بتتكون عن طريق كربوكسيليك اسيد مع كحول، اسيد مع الكحول يدي لحضرتك ايستر ووتر. ودي كده الجنرال فورمولا بتاعه الاليفاتيك ايسترز، الكايل والكايل وفي النص سي او او. وطبعا الفانكشنال جروب هي الايستر جروب سي او او. وخلي بال حضراتكم على الشمال عند الكربون دي، لو عايز تحط هيدروجين حط، عايز تحط الكايل حط، عايز تحط ارايل حط. الاو بقى اللي على اليمين، عايز تحط الكايل حط، عايز تحط ارايل حط، عايز تحط هيدروجين هنحط عليك. ليه هنحط عليك؟ لان انت لو حطيت هيدروجين ناحيه اليمين ناحيه الاو دي يبقى ده كده مش استر، ده كده كربوكسيليك اسيد. فخلي بالكم الغلطه هنا بحساب الاو دي ملعونه، الغلطه فيها بفوره، ما ينفعش الاو دي تكون مرتبطه باتشات والا يبقى كربوكسيليك اسيد. طبعا البريبريشن احنا قايلينه اسيتيك اسيد مع ايثانول هيدينا ايستر وميه، والاتش من الكحول والاو اتش من الاسيد، واستخدم كونسنتريتد سلفوريك اسيد عشان يمتص الميه ويمنع الباكورد رياكشن، ويستحب ان الكحول يكون ابسوليوت الكحول والاسيد جليشيال اسيتيك اسيد عشان تركيزهم يكون 100%، ونقلل الميه عشان الباكورد رياكشن ما يحصلش. اما بقى بالنسبه للبنزويك اسيد مع ايثانول برضو يدينا ايستر، بس اسمه ايثايل بنزويت ايستر، وهنا بقى ما اقدرش استخدم كونسنتريتد سلفوريك اسيد عشان ما يحصلش سلفونيشن للبنزين رينج، فبستخدم دراي اتش سي ال. التسميه بتاعت الايسترز بطريقتين، كومن واي باك. نيجي عند الاول ملعونه هتلاقيها مرتبطه بميثايل، وده كده فورميت يبقى اسمه ميثايل فورميت ايستر. اما الايوباك ميثايل ميثانويت ايستر، اما ده كده ايثايل اسيتيت، ده الكومن نيم. اما الايوباك نيم ايثايل ايثانويت، اما ده كده ايثايل فورميت، ده الكومن. اما الايوباك نيم ايثايل ميثانويت عشان الفورميت فيه كربون واحد. اما هنا ميثايل الاول ملعونه مرتبطه بميثايل وده كده اسيتيت يبقى ميثايل اسيتيت. اما الايوباك الاسيتيت فيها اتنين كربون يبقى ايثانويت ميثايل ايثانويت ايستر، ده كده ميثايل وده كده بنزويت يبقى اسمه ميثايل بنزويت ايستر، ده كده فينايل وده كده اسيتيت. الاول ملعونه مرتبطه بفينايل والباقي اسيتيت يبقى اسمه فينايل اسيتيت ده كومن، او فينايل ايثانويت ده الايوباك نيم.
طب والفيزيكال بروبرتيز زيها زي بقيه الاورجانيك كومباوندز، ما بتدوبش في الميه، بتدوب في الاورجانيك سولفنتس، نون الكترولايتس، الرياكشنز بتاعتهم بطيئه، الايستر عنده لو ميلتنج اند بويلنج بوينتس، مفيش هيدروجين بونز ما بين الموليكيولز. اما بقى بالنسبه للكيميكال بروبرتيز ثلاثه، مره الايستر هيتفكك بالميه ومساعده اسيد يبقى اسمه اسيديك هيدروليسيس، ومره الايستر هيتفكك بالميه ومساعده الكلاي يبقى الكلاين هيدروليسيس، ومره الايستر هيتفكك بمساعده امونيا يبقى اسمه امونوليسيس. بالنسبه للاسيديك هيدروليسيس هترجعه تاني لاصله، يعني ده اسمه ايثايل اسيتيت، يعني تكون عن طريق ايثايل الكول مع اسيتيك اسيد. اما بقى لو حطيت بيس الاسيد اللي كان هنا الاسيتيك اسيد، لما هيلاقي بيس هيتحول لسولت، صوديوم اسيتيت وكحول، وطبعا الرياكشن ده الكالاين هيدروليسيس، يعني تفكك الايستر بالميه في وجود الكلاي يبقى اسمه الكلاين هيدروليسيس. اما بقى الامينوليسيس تفكك الايستر بالامونيا، ودايما في اي ايستر بيتفكك البوند دي هي اللي بتتكسر، اللي ما بين السي والاو الملعونه، ودايما بقى الايثوكسايد عشان نيجاتيف بياخد الحاجه البوزيتيف ويكون كحول ايثايل الكول، واللي اتبقى من الايستر سي اتش 3 سي او تاخد ال NH2 ويدينا الاميد بتاع الاسيتيك اسيد اسمه اسيتاميد وادي الايثانول. طب وافرض بقى الايستر كان ايثايل بنزويت وتفكك بالامونيا، برضو البوند دي اللي هتتكسر اللي ما بين السي والاو الملعونه، وبرضو الايثوكسايد دي على بعضها عشان نيجاتيف هتاخد الحاجه البوزيتيف اللي في الامونيا اللي هي الايتش ويدينا الكحول اهو ايثانول، واللي تبقى من الايستر بنزين رينج سي او اهي اخذت ال NH2 بتاعت الامونيا وادانا الامايد بتاع البنزويك اسيد اسمه بنزاميد. وعموما هيدروليسيس يعني تفكك في وجود اسيد، امينوليسيس يعني تفكك في وجود الامونيا، والامينوليسيس معناها ان الايستر يتفكك بالامونيا ويدينا كحول واسيد امايد، ده الامايد بتاع الاسيتيك اسيد وده الامايد بتاع البنزويك اسيد. فدايما البرودكت كحول ومعاه الامايد بتاع الاسيد، اسيد امايد. تفكك الايستر بالامونيا جيفينج الكحول اند اسيد امايد، ده كده بنسميه امينوليسيس. وطبعا الهيدروليسيس بيدينا كحول برضو بس بيدينا اسيد، انما الامينوليسيس بيدينا كحول برضو بس بيدينا الامايد بتاع الاسيد. طب والكحول مع اسيد لما يدينا ايستر بنزايل اسيتيت، ده ليه ريحه الجاسمين، جاسمين اويل. طب ولما يبقى كحول مع اسيد ويدينا ايزوبيوتايل فورميت، ده ليه ريحه الكريز وطعم الكريز تشيرز. وممكن الكحول مع اسيد يدينا ايستر اوكتايل اسيتيت، وده ليه ريحه وطعم الاورنج برتقان. اما بقى بالنسبه للاسيد مع كحول ادانا ايستر ميثايل بيوتانويت، ده ليه ريحه وطعم الباينابل اللي هو الاناناس. طب وكحول مع اسيد ادانا ايستر بنتايل بروبانويت اهو، ليه ريحه وطعم المشمش ابريكوت. اما بقى لو الاسيد مع الالكول ايثايل بيوتانويت ايستر، بيدينا ريحه وطعم الفروتس عموما، وده معناه ان الايسترز بتستخدم از فليفرز اند بيرفيومز. كمان من ضمن اليوزز بتاعت الايسترز
زي الاويلز او الفاتس تعتبر ايستر تراي جليسترايد. بنعمل لهم الكلاين هيدروليسز يعني تفكك بالميه بمساعده الكلاي. فيدي لحضرتك كحول جليسترول والصوديوم سولت بتاع الاسيدز، والاسيدز دي موجوده في الفاتس، وده الصوديوم سولت بتاع الاسيدز دي اللي هو الصابون. فيدينا صابون وجليسرين كمان من ضمن اليوزس بتاعت الايسترز ان احنا بنصنع منها قلنا بيرفيومز اند فليفرز، بنصنع منها السوب اند جليسترول لان الاويلز والفاتس تعتبر ايستر تراي جليسترايد. كمان بنستخدمها في البوليمرز للحصول على بولي ايستر. لما بنعمل بوليمرايزيشن للايستر ونطلع فابريكس بولي ايستر زي التيشيرتات بتاعت اللعيبه بتاعت الكوره مصنوعه من البولي ايستر، واحنا عندنا بقى اكزامبل لبولي ايستر الدكرون، ده نوع من البولي ايستر اتكون عن طريق الاسيد ده اروماتيك داي بيسك اسمه تيرفيثاليك اسيد. الاثنين بالنسبه لبعض بارا، ده مش فيثاليك، في الفيثاليك الاثنين كربوكسيليك جنب بعض، دول قصاد بعض تيرفيثاليك داي كربوكسيليك، هنحط عليه داي هيدريك الكول ايثيلين جلايكول. الاتش من الكحول والاو اتش من الاسيد، نسحب الميه ونلزق الباقي فيدينا كو بوليمر، وناخد الكو بوليمر ده ونعمل له بوليمرايزيشن فيدينا بوليمر اسمه داكرون، والداكرون ده انرت انكتيف ما بيتفاعلش مع الدم ما بيتفاعلش مع مكونات الجسم، فبنصنع منه الارتفيشال هارت فالفز الصمامات بتاعت القلب، والارتفيشال ارتريز الشرايين الصناعيه مصنوعه من الداكرون، وده يعتبر بولي ايستر اتكون من التيرفيثاليك اسيد مع الايثيلين جلايكول. كمان الايسترز بتستخدم از دراجز ادويه عقاقير طبيه، يعني الساليسيليك اسيد ده راجل بوشين، وش منهم اسيد وش منهم كحول فينول، يعني لما نحط عليه كحول هو نفسه مع الكحول هو نفسه هيتفاعل اكنه اسيد ويتفاعل بالكربوكسيليك جروب، وناخد الاتش من الكحول والاو اتش من الاسيد ونلزق الباقي ويبقى اسمه ميثايل اهي ساليسيليت ميثايل ساليسيليت ايستر، او بنقول عليه زيت الماروخ او زيت الربيع الاخضر وينتر جرين اويل، او نعكس اويل اوف وينتر جرين، وده بنستخدمه في علاج الهيدك الصداع عشان يقلل الاحساس بالالم، وعلاج الباك بين باك بون بين ريدكشن يقلل الاحساس بالالم في الفقرات بتاعت الظهر، ويقلل الروماتيك بينز الالام الروماتيزميه اللي ناتجه عن احتكاك المفاصل، ويقلل الصدمات اللي بتحصل في العضلات اثناء المباريات. بندهن ابو فاس، ابو فاس ده هو الاويل اوف وينتر جرين. كمان الساليسيليك اسيد بما انه راجل بوشين بنحط عليه اسيتيك اسيد، ساعتها بقى هو يتفاعل اكنه كحول اكنه فينول يعني، ويتفاعل بالاو اتش ويبقى عندك كحول واسيد، الاتش من الكحول والاو اتش من الاسيد فيدينا ميه ونلزق الباقي، والباقي ده اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين اهو، كبر الاسبرين اهو اللي هو ده التابلتس بنستخدمه في ايه؟ في علاج الصداع وعلاج البرد وتجلط الدم، مش محتاجه حاجه يعني، اي حد في الدنيا عيل صغير عارف ان الاسبرين بيقلل الاحساس بالصداع هيدك ريليف بريفنتنج هارت اتاكس، بيقلل الذبحات والجلطات، والناس اللي معديين 40 سنه كل يوم بياخدوا حبايه الاسبرين تو افويد
and reduce the blood clotting عشان يقلل تجلط الدم. وبما ان الاسبرين اسد هيدوب في الميه حضرتك بتبلبع الاسبرين بالميه، فالاسبرين مع الميه هيرجع تاني يتفكك لسلسلك اسد واسيتك اسد، وطبعا ده اللي بيعالج الصداع والبرد وتجلط الدم. اما الاسيتك اسد بيبقى على الجدار بتاع المعده لو حضرتك اخدت العلاج على معده فاضيه، وترصيب الاسيتك اسد على جدار المعده بيسبب the stomach ulcer قرحة المعدة. فعشان ما يحصلش قرحة في المعدة يا تاكل قبل ما تاخد الأسبرين يا اما تستخدم الأسبرين 81. ليه؟ النوع ده من الأسبرين واخد طبقة من بيس، الأسبرين نفسه mixed with بيس، فلما الأسبرين يدوب في المية جوه معدتنا ويتفكك لسلسلك أسد ده اللي بيعالج، واسيتك اسيد ده اللي بيسبب قرحه المعده، هتلاقي النوع ده من الاسبرين ميكسد ويز الكلاين سابستنس، بنخلطه بماده يكون ليها تاثير الكلاين عشان يعمل نيوتراليزيشن للاسيتك اسيد اللي ممكن يسبب قرحه في المعده. ده كان شرح مبسط سريع للالكولز والفينولز والكربوكسيليك اسيدز والاورجانيك ايسترز. واللي عنده مشكلة في أي حاجة في التفاصيل الداخلية بتاعت الحاجات دي يبعت لنا على 011-40-23-26-25 وإحنا ندخله يتفرج فور فري على الجزء اللي عنده مشكلة فيه. إن شاء الله بإذن الله هنبتدي نصور لحضراتكم مجموعة الأسئلة الأدفانسد اللي على الهايدرو كاربون ديريفاتيفز. دعوات حضراتكم لينا، وإحنا كمان هندعي لكم ربنا إن شاء الله يثبتكم ويسدد خطاكم ويفقه لكم عقلكم ويبعد عنكم شياطين الإنس والجن، وإن شاء الله بإذن الله الفترة دي تبقى في ميزان حسناتكم. مفيش بني آدم بيصبر على ابتلاء إلا وربنا بيرقيه وبيعليه وبيخليه يوصل لأعلى المناصب، وإن شاء الله بإذن الله كلكم هتبقوا حاجة كبيرة جدا في يوم الأيام. نستحمل ونكمل، واللي فاضل إن شاء الله قليل بكتير، أقل بكتير من اللي فات. إلى أن نلقاكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.